اختام اليوم الخميس 5 مارس، اجتماع طارئ ضم مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، استجابة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي أثقلت كاهل شعبنا الثائر الصابر الذي يستحق حياة أفضل تماثل حجم تضحياته. استمع المجلس لتنوير من مجلس الوزراء حول الوضع الاقتصادي الراهن وموقف السلع الاستراتيجية وتدهور قيمة العملة السودانية، ومن ثم انخرط في نقاش تفصيلي حول مسببات الأزمة وجذورها، واستعرض المجتمعون حلولا عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل. وفي ختام الاجتماع تم إصدار قرار بتشكيل آلية عليا لإدارة الأزمة الاقتصادية تتولى تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة توفر السلع الاستراتيجية الوقود والقمح والدواء ومراجعة سياسات الوارد والصادر وتوفير الإسناد العاجل لحصاد محصولات الموسم الزراعي الشتوي والتحضير للموسم الزراعي الصيفي. على أن يتولى المؤتمر الاقتصادي مهمة وضع الحلول المتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد السوداني، كما تم وفقا لطلب من وزير المالية تشكيل لجنة تقصي حقائق حول قضية شركة الفاخر تولى التحقيق وتمليك المعلومات للرأي العام. أولى الاجتماع اهتماما خاصا للتحضير لحملة شعبية للسودانيين والسودانيات داخل وخارج البلاد تشكل ملحمة جديدة من ملاحم الثورة السودانية والبناء الوطني سيجري إطلاقها في الأيام القادمة. كما أكد الاجتماع أن العوائق التي يضعها عناصر النظام البائد لن تفت من عضدنا، وستمكن الشعب السوداني وسلطته الانتقالية من إكمال كافة مهام الثورة وتحقيق أهدافها في السلام والحرية والعدالة.